الباء حرف جر، وهذه الباء لها 14 معنى، ولكن المعنى الجامع لها هو الإلصاق. ولكن أي معنى من المعاني التي ذكرت كلها من حيث الإعراب لا تؤثر، هي الباء جارة جارة. وإذا كان هنالك وقت ذكرت هذه المعاني، ولكن يبدو أنه الوقت لا يتسع، لأنه سنقف بعد ذلك عند هذه الباء. الباء حرف جر واسم لفظ مجرور، أو اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة أو بدل، والرحيم كذلك صفة أو بدل. ودائما يعني الصفة التي هي تسمى أيضا نعتا تتبع ما قبلها في الإعراب، فإذا كان مجرورا جرا، وإذا كان مرفوعا رفعنا، وهكذا.